عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وقاعدين كده مبسوطين ورايقين. النهارده الحلقه بتاعتنا خفيفه، فيها كده حته رمضانيه على حته عيد كده، يعني ايه، واخده كده من الناحيتين. حلقتنا النهارده زي ما قلت لكم كده حلوه قوي، هنعمل فيها وصفه بقى للسحور. خلاص احنا نعتبر يعني اخر اسبوع لرمضان، او يعني اخر فتره كده خلاص لرمضان، فخلاص بقى بنبقى عايزين نريح معدتنا، نعمل وصفه لذيذه جدا جدا، وهنعمل بقى حاجه عيد بقى قريبه قد كده بس مشاكلها بالهبل. يلا بينا، تعالوا بينا كده بسرعه نروح كده المطبخ بتاعنا كده ونشوف هنبدا بايه النهارده. زي ما قلت لكم كده بنيجي للاخر وبنبقى عايزين بقى اللي هو ايه بقى، خلاص بقى نهدي يا جماعه الدنيا شويه كده ونعمل كده حاجات بسيطه كده للسحور كده ما تكتبش على نفسنا. النهارده هنعمل مع بعض وصفه حلوه جدا جدا، كيكه من الكيكات الحادقه. هل ممكن نعمل كيكه حادقه؟ هنعملها بالخضار، لذيذه قوي للسحور، لانش بوكس الرحلات لاعياد ميلاد، بصوا تنفع لحاجات كتير قوي. خلاص مقاديرها بسيطه وسهله، وصفتنا النهارده الكيكه الحادقه هتكون برعايه كوكس. هذه الوصفه برعايه المقادير. زي ما قلت لكم كده هننزل دلوقتي على الشاشه، تعالوا كده بينا نشوف هتبقى عباره عن ايه. عندي 3 حبات من البيض، كوبايتين من الدقيق الابيض، كوبايه الا ربع من اللبن، نص كوبايه من الزيت، معلقه كبيره من الخل، معلقه كبيره بيكنج باودر من كوكس، معلقه كبيره نشا من كوكس، ملح وفلفل اسود، عندنا بقى شويه من الزيتون الاسود المفروم، زيتون اسود شرايح، فلفل الوان مكعبات، جزر مبشور، جبنه، وبس كده. سهوله السنين يعني ما فيهاش ايه اي حاجه خالص. هنعمل ايه كده الاول؟ عندي البوله بتاعتي كده احطها هنا كده، عندي 3 حبات من البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. الكيكه دي من الحاجات المغذيه جدا واللذيذه والسهله، ما تاخدش وقت خالص خالص، زي ما قلت لكم بتنفع لكل حاجه، عشاء بقى، اعياد ميلاد، لانش بوكس للاطفال كده يعني. طيب حطيت البيض، هاخد كده معلقه كبيره من الخل الابيض، ربع معلقه صغيره ملح من كوكس. المقادير يا جماعه نزلت اهي، يعني لو نصورها كده حوالي ربع معلقه صغيره. وعندي ايه بقى؟ عندي انا مستخدمه النشا وبيكنج باودر. طب انا مستخدمه نشا وبيكنج باودر ليه؟ علشان النشا الخضار اللي انا مستخدماه هيكون فيه شويه سوائل كده، ممكن ان هي ايه تخلي العجينه الكيك بتاعتي كده ايه فيها سنه تعجينه، فانا مش عايزاها هيشل لي كده اي سوائل انا مش عايزاها اللي هتكون نازله من الخضار. انا هاخد معلقه كبيره نشا من كوكس، خلاص على مقدار الدقيق بتاعي اهو، كوبايتين من الدقيق. ونعمل ايه بقى؟ نجيب معلقه كبيره، ماشي اهو، معلقه كبيره كده المقدار ده، 2 ممسوحين او معلقه كده بالشكل ده او معلقه هرميه، خلاص بالشكل ده. انا حطيت على البيض شويه ملح، هحط برضو على المواد الجافه كده شويه ملح كده من كوكس معانا النهارده. وايه بقى؟ بيكنج باودر حوالي معلقه كبيره، اللي هي باكت كامل من البيكنج باودر. البيكنج باودر على فكره ليه عامل كبير قوي في المخبوزات او في الكيكات، لان هو ليه دور كبير قوي في ان هو يغمق معانا او يفتح معانا اي كيك عموما، ودي اللي يمكن كتير قوي مش عارفها. بصوا انا هعاير كده معاكم حوالي معلقه كبيره اهي، هو كمان اكتر، فانا هحط ايه كفايه قوي دي. بصوا باقي شويه صغيرين اهو، هي حوالي الباكت بيكون 16 جرام اعتقد يعني 16 جرام. فالبيكنج باودر يا جماعه بيكون ليه عامل كبير جدا جدا ان هو يغمق معانا الكيكات، ودي يمكن مش كتير عارفها. في اللي بيقول زيت وفي اللي بيقول سكر، ممكن، لكن اول سبب رئيسي هو نوع البيكنج باودر اللي انت بتستخدميه، خلاص. فانا هنا حطيت ايه؟ حطيت معلقه كبيره من البيكنج باودر او باكت كامل، ومعلقه كبيره من النشا، وربع معلقه صغيره من الملح، خلطتهم مع بعض. جبت 3 بيضات واحط عليهم ايه بقى؟ كوبايه الا ربع كده من اللبن اهو،
كل السوائل مع بعض. عايزة تستخدمي خلاط، تستخدمي خلاط زي ما انت عايزه. ايه تاني؟ ايه تاني السوائل؟ على فكره عايزه اقول لكم على حاجه، احنا ممكن حتى ما نستخدمش مضرب، ممكن نستخدم ويسك عادي كده، اللي هو الموضوع يعني بسيط جدا جدا، مش مستاهل حتى. سريعه قوي 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 الوصفه دي. اهو الفرن بتاعي شغال سخن على 180، زيها زي الكيكه العاديه اهو. مش عايزين بقى ننسى ايه كمان؟ رشه من الفلفل الاسود، انا كنت هنساها بصراحه. ما هي دي كيكه حادقه، رشه بسيطه كده، مش هنكتر. ليه؟ علشان انا مستخدمه خل ابيض. بالشكل ده هاخد كده خليط الدقيق. بصوا نخلينا دايما في الامان كده، اي حاجه كده بيكون في مكوناتها دقيق ما ننزلش بيها مره واحده. انا قايله لكم كوبايتين، والمقدار المقدار ده بيكون مظبوط على كوبايتين، لكن ممكن قوي برضو ان انا ما احتاجش لكل الكميه، بيكون على حسب نوع الدقيق. قلتها لكم قبل كده، كل نوع دقيق يا جماعه بيكون مختلف عن النوع التاني. انا الدقيق اللي انا بستخدمه بيشرب سوائل اكتر من الدقيق اللي انت بتستخدميه. بصوا انا شايفه كفايه، مش عايزه باقي الدقيق تاني، يعني باقي حوالي مثلا تلت كوبايه، مش ما احتاجتش لكل الكميه. بصوا هو ده، هو ده خلاص. هعمل ايه بقى؟ هضيف شويه من الزيتون المفروم، شويه من الجزر المفروم، سوري المبشور. ايه تاني؟ شويه كده من الايه، الفلفل كده الالوان، مش هحطهم كلهم كده عشان ايه، برضو هحتاج شويه منهم كده على الوش. نخلي بالنا الكيكه دي يا جماعه بيكون خليط القوام بتاعها تقيل، يعني مش خفيف. هوريكم انا دلوقتي ايه السمك بتاعي يكون عامل ازاي. اركع بس الحاجات دي كده ورا، ونجيب ايه بقى القالب بتاعنا. تمام، القالب يا نور تمام موجود. بصوا بقى، شايفين بقى شكل شكل الخليط عامل ازاي؟ حلو قوي قوي اهو. عايزه اقول لكم بقى على حاجه مهمه قوي، ان الوصفه خلصت. يعني بصوا سهوله السنين، مفيش اسهل من كده. فين يا نور بقى؟ معلش. وفي القوالب هاخد كده ايه بقى، هندي كده دهنه للقالب، دهنه كده بسيطه كده، سمنه او زبده براحتك. انا حتى يعني انا شايفه كمان ممكن اجيب قالب تاني. دهنه كده اهو، دهنه هنا كده ودهنه هنا كده بالشكل ده. يلا بينا بقى ننزل بالخليط كده بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، ريحه الزيتون يا جماعه ما تستغنوش عن الزيتون ده، مدي ريحه رهيبه. ما نكترش قوي علشان هي بتعلى. هو القالب يعني حتى عالي، هي القوالب الفويل يا نور مش هنعرف نجيبها. معلش والله يا جماعه الحاجه بتبقى قدامي وانا مش شايفاها، عماله تقول لي اهي اهي وانا مش شايفاها. بصوا بقى الفكره دي ظريفه قوي، انا مش هستخدم القالب ده، عايزه كده ايه اقدمها لكم بفكرتين. واحط ايه بقى؟ قوالب الفويل دي كده، قصدي الخليط ده في قوالب الفويل بالشكل ده، ما نملاش قوي. وانا مشغله الفرن بتاعي، فرن سخن على 180 حوالي 25 دقيقه وحسب الفرن بتاعك اهو بالشكل ده. اوكي كده انا عايزه، محتاجه ايه ان انا احط بصراحه هنا الباقي كده بس كده.
طيب ممكن ان احنا ندخلها كده، اه ممكن، بس انتوا عارفين كده انا ما بحبش كده، ايه ما بحبش اسيب حاجه في حالها كده. انا عايزه اعمل ايه بقى؟ احط شويه جبنه على الوش، ده اختياري بقى، وشويه فلفل الوان كده، تمام، وهعمل كده برضو مع قوالب الكب كيك. ويلا بينا على الفرن اهو. اجيب بس كده ايه صاج واحط القالب بتاعي، هدي بس كده خطه للقوالب الفويل، وصل السطح بيتساوى على طول كده من الخطه دي اهو. محتاجه بقى اعمل حاجه كده، معلش، بتفرق والله ان انا امسح كده الحاجات اللي موجودة دي اهي. اعمل حاجة تاني انا نسيت بصراحة، احط شوية زيتون برضو على الوش. ويلا بينا على فرن سخن 180، يلا بينا. بسم الله. هو اللي تحت ده شغال؟ طيب معلش احنا هنقلها في على الفرن اللي تحت، علشان الفرن ده اصلا ايه ما كانش شغال. احنا برضو لازم، هي دي كيكه يعني زيها زي اي كيكه، لازم تدخل على فرن سخن. فرن سخن على 180 شغال من تحت بس، ونقفل بقى عليها كده ونقول لها باي باي، تعلى بقى معانا وخلاص. على كده عملنا كده النهارده كيكه حادقه كده لذيذه، كان معانا كوكس النهارده. يلا بينا نروح لفاصل وهرجع لكم تاني. رجعت لكم بعد الفاصل، دخلنا كده الكيكه كده هناك في الفرن، وانا ايه بشكل بقى. انتوا عارفين احنا، وانا قلت لكم ان احنا هنعمل غريبه، ما قلتش صح؟ اه ده انا قلت لكم صغيره كده بس بتحير كده. يلا بينا اه نقول بقى المقادير، ننزل المقادير يا جماعه وانا بشكل كده. الغريبه على قد ما هي بسيطه وثلاث مكونات بس، بنت اللذينة غريبه برضه والله، بس هي شويه اسرار كده وحركات كده هقول لكم عليها. المقادير هتنزل دلوقتي، بسيطه جدا. الناس اللي بتزعل من الجرامات هقولها لكم بالكوبايات، دي تمشي بالكوبايات عادي خالص. الغريبه ثلاث مكونات ملهاش رابع، ده اساس ال اه نزلت اهي. اساس الغريبه هي دقيق وسمنه وسكر باودر. الدقيق نص كيلو، السمنه 300، سكر باودر 150. طب الكوبايات يعني ايه؟ كوباية من السكر البودرة، كوبايتين من السمنة، أربع كوبايات من الدقيق، كوباية من السكر البودرة، كوبايتين من السمنة الساقعة، أربعة دقيق. أقولها لكم تاني، واحد اتنين أربعة. طيب أنا كده إيه بشكل بس كده، قلت أتسلى كده في الفاصل وأشكل لي شوية، عشان انا بصراحه ايه الالم يعني اما اكون باستفز من حاجه كده على قد ما هي اه بسيطه وكل حاجه، بس والله قلت لكم امبارح في حلقه الكحك، فاكرين حلقه الكحك؟ قلت لكم 200 طريقه وكل الطرق حلوه، بس في حاجات كده اللي احنا بنقولها كده مع بعض هنا دي، والله يا جماعه لو عملنا كل اللي احنا بنقوله ده وما عملتوش الخطوات دي او سمعتوا الحاجات اللي احنا بنقولها دي، مش هتطلع معاكم الحاجه اللي انتوا بتعملوها كويسه. خلاص انا هنا بس ايه بشكل كده العجينه، عارفين طريه قوي ليه؟ علشان هي لسه معجونه فتعباني شويه، ودي برضو حاجه ايه كويسه، علشان ايه من ضمن الحاجات اللي هنقولها العجينه لازم تريح شويه في الثلاجه، عباره عن سمنه ودقيق وسكر بودره. طيب الغريبه ممكن ان احنا نستخدم فيها زبده ولا معلقه، ولا تستخدمي لي حتى معلقه زبده مع الخليط، هتقلب معاكي الايه بقى؟ بسكوت. قريبه ما فيهاش هزار، هي سمنه مش زبده، ولا حتى تحطي مثلا نص كميه سمنه ونص زبده ولا الكلام ده. الدقيق بتاعك يبقى منخول،
دقيق عادي خالص اللي هو خاص لكل كل الاغراض او خاص لكل الاستخدامات او متعدد الاستخدامات. السكر البودره الفتره دي للاسف سيء جدا جدا، لازم يتنخل معاكي مرتين وثلاثه في البيت. ممكن ان انت تعمليه في البيت، وده افضل على فكره، ان انت تطحني ويتنخل معاكي. ليه؟ علشان في انواع للاسف بيكون ضايفين عليها حاجات نشا وحاجات كده مش ظريفه، فطبعا بتبوظ معاكي الوصفه. انا هنا كده ايه اديت كده تشكيله كده لل من 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 بطتش يا جماعه القريبه. انا بصوا انا سايباها كوره، هتكبر طبعا، هتكبر، هي مش هتفرش، هي هتكبر شويه. عايزه برضو اسيب لكم شويه كده يكونوا من غير تشكيله كده، علشان ايه؟ علشان تشوفوا ان هي طالعه معانا ناعمه وملساء. الفرن سخن واخد درجه حراره ال 150، تمام. وبحط ايه ده رايحه فين؟ احنا هنقعد بقى نجري بقى وراها بقى. انا اهم حاجه برضو مش الشكل، معلش، فخلوني كده اضغط كده ضغطه كده بصباعي كده اهو الشكل ده. ويلا بينا هدخلها فرن سخن واخد درجه حراره ال 150. انا عايزه اروح اتاكد معلش من الفرن كده، تعالوا بينا. اوبا ده بصوا 250، طبعا مش هينفع، انا هنزل الحراره سخنه جدا، هنزل الحراره، هنزل الفرن شويه ل 100. انا هفضل يا جماعه سايبه الفرن كده مفتوح شويه يهدى، انا عايزاه يهدى خالص. بصوا بقى الغريبه هعمل ايه؟ انا هستخدم مضرب، مضرب كهرباء. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي بوله، السمنه تكون ساقعه، متلجه لا مش متلجه، انت بس تحطيها نص ساعه كده قبل ما تبداي ان انت تشتغلي فيها، علشان بصوا تبقى ساقعه، هي ساقعه بس لسه طريه، ايدي بتنزل فيها عادي. اهو هنزل كده السمنه بتاعتي. اهو السكر البودره، كوبايه من السكر البودره. عايز اقول على حاجه، لو انت هتطحني السكر في البيت تطحنيه وبعد كده توزنيه او تعيريه في الكوبايه، مش العكس، يتطحن وبعد كده يتوزن معانا في الكوبايه، خلاص، عشان ده بيبقى حجم وده بيبقى حجم. هشغل المضرب بقى، ادي بس كده ايه ضربه كده علشان الخليط ينعم شويه عشان ما نتبهدلش. بسم الله. اسمحولي ان انا كده اروح ابص بص على الفرن. بسم الله، يعني تمام، هدي شويه. الفرن شغال من تحت بس، ما ينفعش ان احنا نشغل من تحت وفوق. خلاص اخليها كده على 140 150، وخلوني اقول يا جماعه بقى على حسب الفرن بتاعكو، على حسب انت ال 150 عندك غير عندي. ام ايه يا ام ايه، ام ايه اسمعيني من التليفون. كيف الاء؟ ازيك يا ام ايه؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا ام ايه، ربنا يخليكي. تسلمي حبيبتي، كل سنه وانت بألف خير ويبقى عليكم الايام بالخير يا رب. امين يا رب جميعا يا ام ايه. عايزه حضرتك بالراحه كده قولي لي مقادير الغريبه بالكوبايه عشان ما لحقتش اكتب وراكي. من عينيا، من عينيا الاثنين يا ام ايه. تسلم عينك يا حبيبتي. عينيا، حاضر حاضر. مقادير الغريبه يا جماعه نقولها تاني، كوبايه من السكر البودر، كوبايتين من السمنه، 4 دقيق، 1 2 4، ما نزودش معلقه. هي مقادير الغريبه كده، نزلت تاني يا ام ايه لو نصورها دي بالجرامات. الناس ما بتحبش الجرامات، خلوني اقولها لكم بالكوبايات. كوبايه 2 4 كوبايه سكر بودره،
منخول كوبايتين من السمنه الساقعه واربع كوبايات من الدقيق. عايزه تقللي تبقى تنقصي، يبقى نص وكوبايه، نص كوبايه من السكر البودره وكوبايه من السمنه وكوبايتين من الدقيق. هكمل بقى ضرب. معظم النواعم بتاعه حاجات العيد يعني لازم بتاخد وقت في الضرب، هي بتاخد وقت كده خلاص. السمنه لازم تبقى ساقعه. بصوا انا يعني ذره ملح، بصوا حاجه بسيطه قوي لا تذكر كده على الدقيق. ونيجي لاهم خطوه، اهم خطوه في الغريبه، هاخد بقى الدقيق ده وهعمل ايه؟ هنزل كده بيه. هنعمل ايه بقى؟ بايدينا. عايزه تعملي الحوار ده في العجان؟ اه ينفع، بس جالي امبارح كده اللي هو احنا كل حاجه بنستخدم بعجان. لا والله يا جماعه، هي الفكره احنا بس بنبقى في الوقت، احنا بنبقى ملتزمين بوقت، والعجان بصراحه بيبقى انجز، بيبقى اسرع شويه. خلاص انا ايه هعملها لكم كده بايدي كده، وتعالوا كده بينا ايه هنشوف هنعملها ازاي. بصوا بقى العجينه دي ما فيهاش سوائل، فيهاش لا ميه ولا لبن، اعجني فيها تشقلبي في البوله براحتك، مش هيعمل عرق معاكي. هنعمل بقى بصوا الحركه دي اهي، انا بخلط العجينه كويس جدا اهو بالشكل ده. اهو يبقى السمنه ساقعه مش متلجة، أنا عايزاها ساقعة واخدة درجة حرارة التلاجة. بصوا شايفين اللي أنا بعملها دي، شايفين الحتة دي بتنعم ازاي؟ بس طبعا لسه تاخد وقت معايا، مش وقت قوي برضو، حوالي كده دقيقتين تلاتة أهو، لغاية بقى نعمل ايه بقى؟ إن أنا آخد كده، المفروض إن أنا آخد كده جزء من العجينة وأعمل ايه؟ وأديله تكويرة كده. طبعا ما يتفتفتش هو لسه، بس أنا بوريكوا قبل وبعد. بصوا اهو طبعا لسه متشقق، بصوا لسه خالص، لكن لو انا بقى مسكت كده جزء كده وقعدت ان انا اخدمه شويه، اخدمي العجينه، لازم العجينه تتخدم معاكي. مش عايزين نهدر في المكونات بتاعتنا، الحاجات غاليه، الحاجات سعرها مش قليل، فعلشان نطلع الحاجه تبقى طعمها حلو وشكلها حلو لازم معلش نتعب فيها شويه. بصوا حته مثلا اللي انا عملتها كده، تعالوا كده ياسمين كده بس ايه، بصوا عليها تاني، نفس الحته على فكره انا ما نزلتهاش ولا حاجه، شايفين نعمت ازاي؟ هي دي الحته اللي هي كانت متشققه معايا. بصوا انا خدمتها كده على ايديا كده شويه، تعالوا كده بصوا شايفين القوام بتاعها نعمل ازاي. بصوا بقى هنيجي نختبر العجينه، بصوا ما شاء الله نعمت خالص. هختبر العجينه هعمل ايه؟ بايدي كده هديها ضغطه، شايفين ما شاء الله لا اتشققت ولا اي حاجه، تحفه تحفه، هو ده بالظبط القوام اللي احنا عايزينه. انا عايزه كده اعمل حاجه علشان هي الكميه بصراحه كبيره شويه، هعمل ايه؟ ماشي، هاخد كده جزء من العجينه علشان ده اللي انا هخدمه كويس. وقبل ما نروح لفاصل كده هقول لكم انا هعمل ايه، انا هاخد كده حته العجينه دي وافضل كده اعمل الحركه دي كده علشان تنعم معايا، ونرجع بينا نرجع كده بقى من الفاصل ونشكلها. يلا بينا فاصل صغير كده، استنوني. رجعت لكم بعد الفاصل.
طيب انا الشويه كده اللي انا خدمتهم في الفاصل كنت بعمل بضمير قوي يعني، حتى دخلوا لي ايه الاوفر ده يعني ليه بتقفري كده، بس ايه عشان اوري لكم الفرق. انا سبت دول مش لسه العجينه دي محتاجه شويه، بس على فكره دي انا عجنتها شويه برضو، بس عايزه اوريكم ان هي ما وصلتش لسه للقوام اللي هو الصح. مهمه جدا جماعه، عايزه اقول لكم على حاجه، لو الغريبه طلعت معاكي مشققه من الفرن يبقى انت كده ما عملتيهاش صح، يبقى كده مش غريبه صح، مش غريبه بيرفكت، يبقى انت عملتي حاجه غلط. طيب اللي انا عملتها قبل الفاصل لما انا قلت لكم كده هقعد اعمل في العجينه دي اهي، تعالوا كده عشان اوريكم. انت دلوقتي لما تيجي هقولها لكم تاني تختبري العجينه علشان ما نبوظش كل حاجه، دايما في حاجات العيد علشان بتبقى مكلفه شويه حطي واحده اتنين في الفرن الاول اختبريها، حتى لو بتعملي الحاجه دي بقيلك 50 سنه معلش اعملي كده عشان الحاجات القيمه يعني ممكن جودتها تقل شويه بتاع الكلام ده. فدلوقتي انا دلوقتي هعمل الغريبه، حطي لي كده 2 3 وشوفي الكحك البسكوت البيتيفور اي حاجه اختبري في 2 3 في الفرن شوفي الدنيا تطلع معاكي ايه. طيب بصوا بقى، انا حطيت العجينه كده بايدي هضغط، حلوه شققت من على الجناب، لا هي بس دي العجينه طريه فايدي لزقت فيها، نسيبنا من اللزقان ده، يبقى كده هي ايه خطيره مش محتاجه حاجه. طيب اللي هي اتعجنت بس مش قوي، لا هي مش حلوه بس انا لسه بختبر، تعالوا كده نشوفها. هاخد كده حته من العجينه عشان بس ايه تقعدوا تقولوا بقى انتوا بتزودوها ونقعد نعمل ونخلط، لا ما عشان الحاجه تطلع معاكي صح. بصوا تعالوا كده اللي هي لسه محتاجه، شايفين شكلها حلو، شكلها حلو جميل. بصوا بقى لما انا اضغط عليها، لا لا شايف الفتحات الصغننه اللي ظهرت لي على الجناب دي اهي، شكلها حلو ازاي، لكن من على الجناب ظهرت حته اتشققت معايا اهي، باينه جدا. هتروحي عامله ايه؟ بصي خدناها كده مره الثانيه، ما تخافي بصوا ما فيهاش سوائل، مش هتعمل عرق معانا اصلا. بصوا ما بين كفوف ايديا كده اهي، انا يعني عجنتها شويه، تعالوا كده نكورها واشوف. والله تمام ماشي، مش تمام هعملها تاني. يلا بينا نشوف اهو، ها ايه رايكم اهي من على الجناب اهي، بتشوف بنعرفها من على الجناب، الجناب ظهر فيها اي تشققات ولا اي حاجه خالص، هو ده التكه اللي احنا من خلالها نعرف الغريبه دي تمام ولا مش تمام، هتطلع معانا حلو ولا لا. طب انا عايزه اشوف ال نعم الفوق المهم ان انا ببقى مستغربه وبينزل لي انا ببقى ناسي والله، بس ببقى مشغوله معاكم ما اعرفش ان الوقت بيعدي يعني. تعالوا كده بينا نشوف الغريبه، نبص بص عليها ما شاء الله ما شاء الله، بصوا اهي تحفة. لا طبعا هي حجمها بيزيد سنة ما بتفرش طبيعي، لا شققت ولا اتفتحت ولا اتفرتكت ولا اي حاجة، ندخلها تاني لسه شوية، عايزة برضو اكلمكم على التسوية تاني. تعالوا بينا نبص على الكيكة، اوبا ما شاء الله، تعالوا كده بينا اهي تحفة فظيعة، بس لسه شوية حلوة قوي. طيب الفرن بيكون سخن، مش سخن مولع، احنا مش هنعمل كيكه، بيبقى واخد درجه حراره الايه ال 100 و150 ممكن 140 لو انت فرنك سخن عادي، على حسب انا يعني مش بفضل قوي ان انا اقول ما تزيديش او ما تقليش عشان ال 140 عندي غير ال 140 عندك، تمام. طيب عايز اقول لك على معلومه بقى هتستغربيها، انتوا عارفين الغريبه الناجحه اللي هي بقى يعني ايه، هتبين بقى ان انت معلمه لو حطيتيها في الفرن، الغريبه ما بتاخرش على فكره يعني هي 15 دقيقه، يعني الغريبه الناجحه لو قعدت ساعه في الفرن، ودي على فكره من حد يعني متخصص في الحلويات، لو قعدت ساعه في الفرن هتطلع بيضه، تخيلين بقى انت كده يبان بقى ان انت جامده، نفس اللون هو هو لو قعدت ربع ساعه، الغريبه ما بتاخدش لون من تحت خالص، الغريبه تبقى يبقى لونها ابيض من فوق ومن تحت. طيب انت دلوقتي في البيت وعملتي كل خطوات الغريبه كده زي ما شفنا، هتعملي ايه؟ ما تشكليهاش على طول زي كده، لا هتغطيها وتحطيها في التلاجه تهدى شويه،
هتغطيها وتحطيها في التلاجة تهدى علشان ما تفضلش تلزق معاكي كده. هي دي يعني انا بحاول كده طول حتى ما يعني انا شغالة افتكر كده الاسئلة بتاعتكو. ايه تاني اللي ممكن مثلا تسألوه عن الغريبة؟ الدقيق خاص لجميع الاستخدامات، سوري مش لازم يكون خاص الكحك والبسكوت، خاص لجميع الاستخدامات. حاضر انا كده بشكل كده، معلش يا ياسمين كده كام واحده كده عشان ندخلهم الفرن. ماشي بصوا اخر واحده اهو هدخلها فرن سخن، اقعد بقى احط اللي هي البتاع اللي هو الفصوص ده كده السبرينجز ده واحطه في الفرن ونروح لفاصل. يلا بينا فاصل صغير، استنوني. بعد الفاصل انا قلت لكم ان انا اللي انا شكلته في الفاصل اللي فات كده، قلت لكم ان انا هدخله الفرن، انا ما دخلتوش لان الصاج الاولاني. بصوا انا عايزه اوريكم من نفس العجينه اهو الحمد لله. دايما اهم حاجه بالنسبه لي ان انتوا تشوفوا اللي احنا عملناه وهو طالع، يعني طبعا لو الوقت اسعفنا. بصوا خلاص هو كده تمام قوي ما شاء الله، تحفه تحفه، مرايه. يلا بينا. طيب الغريبه لما تطلع ما نجيش جنبها، سيبيها في الصاج ساعه ونص ساعتين انسيها. ليه بقى؟ لو انت جيتي يعني انا عايزه اجرب لكم، لو انا مثلا جيت وحطيت كده ايدي كده، ايدي هتبصوا شايفين، بصوا ايدي كده هتعلم مكانها، هتعلم مكانها كده اهي، ده طبيعي اللي هي دي حركه ان هي بتبصم معايا. التبصيمه دي مش صح لما تبرد، يعني المفروض ان بعد ساعه ونص ساعتين لما تبرد اجي امسكها. مدام ميرفت، يا مدام ميرفت مساء الخير. مساء الفل يا مدام ميرفت، كل سنه وانت طيبين. وحضرتك طيبه يا مدام ميرفت، وحضرتك طيبه، يقعد عليكم الايام بخير يا رب كده ويديك الصحه ويخليكي لاولادك. ربنا يخليك يا مدام ميرفت، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. صحيح طيبه يا شيف الاء. انا عيدنا يوم 5/5. كل سنه وحضرتك طيبه. عايزه اعرف معلش طريقه الغريبه. حاضر، احنا عملناها يا مدام ميرفت في الحلقه اهو. ما انا عايزه المجادير. عينيا هقولها لحضرتك. انا فتحت التلفزيون. عينيا هقولها لحضرتك وشوفي الاعاده برضو يا مدام ميرفت، ممكن؟ من عيني. ماشي. من عيني. هقول لحضرتك المقادير. حاضر حاضر. اكمل بس الحته دي معلش. لما الغريبه تبرد، في بيقولوا لي بعد ما تبرد بعد ساعتين بنيجي نمسكها بنلاقي تبصم، يبقى بتبصم معانا، يبقى هي كده مش ناجحه برضو معاكي. المفروض ان هي بعد ما تبرد اجي امسكها كده ما تبصمش بسرعه بسرعه. هقول لكم المقادير: كوبايه من السكر البودره، كوبايتين من السمنه الساقعه، 4 كوبايات من الدقيق. طيب يا رب كده اكون قلت كل ممكن. كده نبص بس على الكيكه، بصوا ما شاء الله ريحتها وهميه اهي، باينه حلوه قوي قوي. الكب كيك غالبا هو تمام، بس هو محتاج ياخد لون كده من فوق. الغريبه من الحاجات زي ما قلت لكم وهي بسيطه وكل حاجه، لكن حاجات بسيطه قوي ناخد بالنا منها تنجح معانا. عايزه اقول لكم على معلومه كده مهمه جدا جدا بخصوص ان هي، انا بشوف ان الغريبه حاجه قليله التكاليف. هل ممكن ان احنا نعمل الغريبه بسمنه نباتي؟ ممكن. انا كنت من يومين كده كنت بكلم شيف حامد كده بساله على الموضوع ده، لان انا بصراحه ما كنتش عارفه يعني. قلت له شيف حامد ممكن كده عشان نبسطها للناس كده والناس تعمل معانا الغريبه كده، نخليهم كده يعملوها بالسمن النباتي. قال لي بصي بقى شيف الاء، هتبقى حلاوه، هتمشي معاك حلو. قلت له بجد؟ قال لي هتدي معاكي نتيجه احلى من السمن البلدي الطبيعي. فعلى فكره انا كمان طلبت منهم النهارده ان انتوا نعملها بسمن نباتي، فاهو اي بقى مشكله كلموا شيف حامد كل يوم من 12 لواحده على الارقام اللي ظاهره دي، ادوسوا فيه هو.
انا بهزر يعني، هو كلامه كله صح. فاحنا عملناه على فكره بسمن نباتي، شويه دقيق وشويه سمن نباتي وشويه سكر بودره كده، بيطلع معانا كميه كبيره جدا جدا من الغريبه. يا رب يا رب اكون النهارده كده قدرت ان انا اوصل لكم كل المعلومات الخاصه بالغريبه. خلاص على كده كل سنه وانتم طيبين، ما تنسوش تشوفوا الاعاده ان شاء الله تستفيدوا منها جدا. بس كده يلا توحشوني، باي باي. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.